فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتالها ونحو ذلك. على شفع الإقامة يعني يكرر مرتين: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، بينما المشهور الإيتار. نعم، إيتار الإقامة وشفع الأذان. وشفع الأذان، نعم، وهذا عين المحرم. فمن أخذ بالشفع لا ينكر عليه، لأنه ورد في بعض الأدلة. نعم، ومن أخذ بالإيتار لا ينكر عليه. نعم، فكل منهم أخذ بدليل، فدل على أن الأمر واسع، على أن الأمر الحمد لله واسع. نعم. قال: ومن لم يبلغ هذا المبلغ فتجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر أو النهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يبلغ حد الاقتتال. وشاهد هذا الواقع الآن، فكثير من المتعالمين يتصارعون الآن على المسائل التي من هذا النوع، يسوغ فيها الاختلاف، التي يسوغ فيها الاختلاف مبنية على أدلة وعلى روايات، كل أخذ برواية، كل أخذ بحديث، والأمر واسع في هذا، فهم يقتتلون على هذا ويتعادون يتقاطعون: أنت ما تقبض في الصلاة، أنت ترسل في الصلاة، أنت كذا، أنت مخالف، أنت مبتدع، إلى غير ذلك. وهذا لجهلهم وضيق أفقهم العلمي. والواجب على الإنسان أن لا ينكر حتى يتحقق من الأمر ويتثبت من الأمر، ويعرف ما مع المخالف من الدليل أو عدم الدليل.